بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. أرحب بطلاب الصف الثاني المتوسط بمتوسطة تبوك النموذجية الأهلية، ونستكمل دروسنا، وإن شاء الله سبحانه وتعالى درسنا اليوم هو تمثيل الدوائر الخطية. أولا نتعرف على أهداف الدرس. هذا الدرس يا أبنائي له هدفان. الهدف الأول هو أتعرف الدالة الخطية أو مفهوم الدالة الخطية، والهدف الثاني كيف أمثل هذه الدالة الخطية بيانيا. لكي نحقق هذين الهدفين يجب أن نستعرض بعض الأمثلة. تعالوا بنا نرى المثال الأول. المثال الأول يقول: مثل الدالة ص تساوي س زائد 2 بيانيا. لكي أمثل هذه الدالة بيانيا يجب أن أبدأ بحاجتين مهمين. الشيء الأول هو أن أنا أعمل الجدول. هذا الجدول به أربع أعمدة، العمود الأول به قيم السين، والعمود الثاني قاعدة الدالة اللي هي سين زائد 2، والعمود الثالث هو قيم الصاد، والعمود الأخير يحتوي على الأزواج المرتبة سين وصاد. أما الجزء الثاني هو المستوى الإحداثي الذي سأمثل عليه الخط المستقيم. في البداية نختار أي قيم للمدخلة سين، أي قيم تراها أنت مناسبة، وليس من الضروري أن تلتزم بهذه القيم 0 و2 و4 و6، لكن إذا اخترنا هذه القيم يا أبنائي الطلاب 0 و2 و4 و6 فلا بأس. نعوض أولا عن قيمة السين بصفر، أي نستبدل السين هذه في قاعدة الدالة بالعدد صفر، وبالتالي نضع مكان السين صفر فيكون الناتج صفر زائد 2 يعني 2. الآن نضع مكان السين 2، وبالتالي أقول 2 زائد 2 فيكون الناتج 4. وعندما سين تساوي 4 نستبدل هذه السين في قاعدة الدالة بالعدد 4، وبالتالي الناتج هيكون 4 زائد 2 يعني 6. يعني عندما س تساوي 4 الصاد المقابلة لها 6. وأخيرا نعوض عن السين بالعدد 6، وبالتالي 6 زائد 2 يكون الناتج 8. الآن نكتب الأزواج المرتبة. الزوج المرتب الأول عندما س 0 كانت الصاد المقابلة 2، يعني 0 و2. نذهب مباشرة للمستوى الإحداثي لنرى مكان هذا الزوج المرتب 0 و2 في هذا المكان عندما س 0 الصاد 2. وبالمثل الزوج المرتب الآخر 2 و4 نذهب للمستوى الإحداثي فنجد أن مكان هذا الزوج المرتب في هذا المكان في الربع الأول عندما س ب 2 الصاد ب 4. ونكمل بنفس الطريقة. الزوج المرتب الثالث 4 و6 نذهب للمستوى الإحداثي نجد أن مكانه في الربع الأول أيضا عندما س تساوي 4 الصاد المقابلة 6. وأخيرا الزوج المرتب 6 و8 عندما س تساوي 6 الصاد المقابلة لها 8، وهذا الزوج المرتب موجود في هذا المكان. الآن يا أبنائي نرسم الخط المستقيم الذي يمر بهذه النقاط الأربعة، وسيكون بهذا الشكل. هذا هو الخط المستقيم الذي يمثل هذه الدالة. كان الهدف الأول هو أن أتعرف مفهوم الدالة الخطية، وهذا ما سنجيب عنه الآن. نقول أن الدالة صاد بتساوي سين زائد 2 دالة خطية. لماذا؟ لأنها مثلت بيانيا بخط مستقيم، وبالتالي أقول عنها أنها دالة خطية. تعالوا معا نتوسع في فهم هذا الموضوع ونأخذ المثال الثاني. المثال الثاني يقول: مثل الدالة ص بتساوي 2 س زائد 1 بيانية. نمشي بنفس الأسلوب يا شباب، نبدأ بتكوين جدول وناحية اليسار المستوى الإحداثي. الجدول كما تعرفنا في السابق مكون من أربع أعمدة. نبدأ باختيار قيم السين
ولتكن قيم السين 0 و1 و2 و3، وهي بالطبع اختلفت عن قيم السين السابقة، أو أي قيم تراها أنت مناسبة تصلح، سواء موجب أو سالب أو صفر. نعوض في البداية عن سين تساوي صفر، يعني نستبدل السين في قاعدة الدالة بالعدد صفر، وبالتالي 2 سين يعني 2 ضرب سين، يعني 2 ضرب صفر زائد 1. في ضرب وجمع، نبدأ بالضرب ثم الجمع ترتيب العمليات. 2 ضرب صفر صفر، صفر زائد 1 يساوي 1. والآن نعوض عن السين بواحد، 2 ضرب 1 زائد 1 سيكون الناتج 3. نعوض الآن عن السين باتنين، 2 ضرب 2 زائد 1 يعني 4 زائد 1 5، وبالتالي قيمة الصاد المقابلة 5. وأخيرا نعوض عن السين بتلاتة، يبقى 2 ضرب 3 6 زائد 1 7. يعني كل مرة نستبدل السين هذه الموجودة في قاعدة الدالة بالعدد الأول، ثم نستبدلها بالعدد الثاني، ثم نستبدلها بالعدد الثالث، وأخيرا نستبدل السين بالعدد 3 يا أبنائي. طيب، عندما السين كانت بصفر، الصاد المقابلة كانت بواحد، وبالتالي الزوج المرتب هنا هو صفر وواحد. نذهب للمستوى الإحداث لنرى مكان هذا الزوج المرتب في هذا المكان. طيب، الزوج المرتب الثاني عندما كانت السين بواحد، الصاد المقابلة كانت بثلاثة. نذهب للمستوى الإحداث لنرى مكان هذا الزوج المرتب في هذا المكان، عندما سين بواحد الصاد بثلاثة. الزوج المرتب الثالث 2 و5، نذهب للمستوى الإحداثي نرى أن هذا هو مكانه في الربع الأول وفي هذا المكان. وأخيرا الزوج المرتب عندما سين كانت بثلاثة، كانت الصاد المقابلة لها 7، 3 و7، نذهب للمستوى الإحداثي لنجد أنه في هذا المكان. إلى الآن لم نمثل هذه الدالة بيانية. التمثيل البياني ينتهي عندما نرسم الخط المستقيم الذي يمر بهذه النقاط، وكما رأيتم أبنائي الطلاب هذا هو الخط المستقيم الذي يمر بهذه النقاط. ونفس الكلام نقول أن هذه الدالة تسمى دالة خطية لأنها مثلت كما رأيتم بخط مستقيم. نذهب إلى فكرة ثالثة أبنائي الطلاب، هذا المثال أو هذا السؤال هو سؤال اختيار من متعدد، يقول إذا كان الخط المستقيم المرسوم في المستوى، أين هو الخط المستقيم؟ هذا هو الخط المستقيم. إذا كان هذا الخط المستقيم المرسوم في المستوى يمثل الدالة ص تساوي 3 س زائد 2، فأي جدول مما يأتي يحتوي نقاط تقع على هذا المستقيم فقط. الجدول الأول الموجود في الفقرة أ هو هذا الجدول، وهناك جدول آخر موجود في الفقرة ب، وجدول ثالث موجود في جيم، وجدول أخير موجود في الفقرة دال. تعالوا مع بعض نشوف أي من هذه الجداول تقع نقاطه الأربعة على هذا الخط المستقيم. لو بدأنا مثلا بالجدول الأول على سبيل التجربة، عندما سين تساوي سالب واحد، الصاد المقابلة لها سالب 5، يعني هذا يعتبر زوج مرتب سالب واحد فاصلة سالب 5، أو سالب واحد وسالب 5. طيب، لكي أعرف هل هذه النقطة تقع على هذا الخط أو لا تقع، وبالتالي ينسحب هذا الكلام على باقي النقاط لكي أختار الإجابة الصحيحة، نعوض عن السين بسالب واحد في قاعدة الدالة. يعني هنا نضع مكان السين سالب واحد، وبالتالي 3 سين يعني 3 ضرب سين يعني 3 ضرب سالب 1. طب 3 ضرب سالب 1 سالب 3، سالب 3 زائد 2 المفترض يعطيني سالب 1، لكن هنا موجود سالب 5 وليس سالب 1، وبالتالي هذه النقطة لن تكون موجودة على هذا الخط المستقيم، يعني الاختيار ألف خطأ. ولو جربنا بمثل هذا الأسلوب على باقي الاختيارات ب وجيم سأجد أنها خاطئة، يعني لا تقع النقاط الأربعة لأي اختيار منهم على هذا الخط المستقيم. أما الاختيار الأخير د فهو الاختيار الصحيح، بدليل لو عوضنا مثلا اختار أي نقطة من هذه النقاط الأربعة، وليكن مثلا النقطة الأخيرة عندما س تساوي 2 الصاد المقابل لها 8. هيا بنا إلى قاعدة الدالة نعوض عن السين ب2، 3 ضرب 2 6، 6 زائد 2 بالفعل 8. مثلا اخترنا هذه سالب 3، 3 ضرب سالب 3 سالب 9 زائد 2 تساوي بالفعل سالب 7،
وهكذا بالنسبة لباقي النقاط. وبالتالي النقاط الأربعة هذه تقع على هذا الخط المستقيم، أي أن الإجابة الصحيحة هي الإجابة د. والذي يثبت هذا الكلام أو هذا الاختيار، أجد مثلا يا أبنائي أن النقطة هذه عندما س تساوي سالب واحد، الصاد تساوي سالب واحد بالفعل موجود على الخط. وأيضا نقطة أخرى وهي عندما س تساوي واحد، الصاد المقابلة لها 5 فعلا موجودة على هذا الخط المستقيم، أي أن الاختيار د هو بالفعل الاختيار السليم. تعالوا بنا يا أبنائي نستعرض فكرة أخرى، وهي فقرة أيضا هي اختيار من متعدد. هذا الاختيار أعطاني جدول كما ترون يا أبنائي الطلاب، ويقول لي أي مستقيم مما يأتي يعد أفضل تمثيل للأزواج المرتبة س وص الموضحة في الجدول. أنا عندي 4 أزواج مرتبة أو 4 نقاط كما تشاهدون يا أبنائي الطلاب، وعايز أختار الاختيار السليم الذي يحتوي على هذه النقاط الأربعة، أو الذي به الخط المستقيم الذي يحتوي على هذه النقاط الأربعة. أنا عندي 4 تمثيلات بيانية، تمثيل بياني موجود في ألف وباء وجيم ودال. طيب لو إحنا مثلا يا أبناء الطلاب استعرضنا التمثيل البياني الموجود في ألف، هذا الخط المستقيم المرسوم، ويجب أن ننتبه أولا إلى أن هذا المستوى الإحداثي الأجزاء مقسمة 2-2، بمعنى أن هنا طبعا نقطة الأصل، هنا قيمة الصاد 2، قيمة الصاد 4، قيمة الصاد 6، قيمة الصاد 8، والجزء السالب نفس الكلام بالنسبة للسين، السين بسالب 2، السين تساوي سالب 4، هنا السين بسالب 6، هنا السين بسالب 8، وهكذا. وهذا ينطبق على باقي التمثيلات البيانية. لو أخذنا الخط المستقيم الموجود في التمثيل البياني الأول ألف، ومثلا اخترنا هذه النقطة، هذا الزوج المرتب، عندما السين تساوي سالب 2 فإن الصاد سالب 4 المقابلة له. بالفعل عندما السين تساوي سالب 2، الصاد المقابلة سالب 4، هذه النقطة موجودة على الخط. طيب لو خدنا نقطة أخرى، مثلا هذه النقطة، عندما س تساوي 2 فإن الصاد سالب 2، عندما س تساوي 2 يعني في هذا المكان، الصاد المقابلة سالب 2، هذه النقطة موجودة أيضا على الخط. وبالتالي يا أبنائي الطلاب التمثيل البياني الصحيح لهذه النقاط الأربعة الموجودة بالجدول هو التمثيل البياني الموجود في الفقرة ألف يا شباب. ننتقل بعد ذلك إلى التحقق من صحة الحل. يعني أنا عندي هنا الزوج المرتب هذا سالب 2 وسالب 4 بالفعل موجود كما أسلفنا، وأيضا هذا الزوج المرتب عندما س تساوي 9 فإن الصاد المقابلة لها 1.5، عندما س تساوي 9 الصاد 1.5، أيضا هذه النقطة موجودة على هذا الخط المستقيم، وهذا يثبت صحة الاختيار. ننتقل الآن إلى فكرة أخرى أبنائي الطلاب من خلال عرض هذا المثال. يقول لي مثل الدالة صاد بتساوي 3 س ناقص 7 بيانيا. هذا لكي أتأكد من فهمي الصحيح لطريقة التمثيل البياني للدالة الخطية. طبعا احنا عرفنا قبل كده مرة واثنين اني لما أبدأ الحل أبنائي الطلاب ببدأ بجدول ثم مستوى إحداثي موجود هنا ناحية اليسار لكي أمثل عليه الخط المستقيم. نلاحظ أن الجدول هنا اكتفى بنقطتين فقط أو بقيمتين فقط للسين، ولا بأس بذلك لأن الخط المستقيم يتحدد بنقطتين مختلفتين عليه، يمكن رسم أي خط مستقيم بنقطتين فقط. طيب هذا الجدول مكون من 4 أعمدة، المفترض في البداية نختار قيم للسين، وهذه القيم نتركها لك تختارها كما تشاء، تختار 3 و 5 كما اخترنا، أو تختار أي عددين آخرين، أي عددين حقيقيين يصلحا للتعويض بهما كما تراه أنت مناسبا. هنا عندما نعوض عن السين ب3 في قاعدة الدالة، ب3 ضرب ب3 ناقص 7 يبقى 9 ناقص 7 يعني 2. نعوض عن السين ب5 هنا، 3 في 5 ناقص 7، 15 ناقص 7 تساوي 8.
ونكتب الآن الزوج المرتب الأول عندما سين تساوي 3، الصادر المقابل لها 2، هذا هو الزوج المرتب. ونذهب للمستوى الإحداثي لكي نرى موقع هذا الزوج المرتب في المستوى، موجود في الربع الأول هنا. الزوج المرتب الآخر عندما سين تساوي 5، الصادر المقابل 8، ونذهب أيضا للمستوى الإحداثي لنرى أن مكانه في هذا المكان. لا ينتهي الحل إلا برسم الخط المستقيم الذي يربط هذه النقاط، وكما شاهدتم أبنائي هذا هو الخط المستقيم الذي يربط بينهما. والآن أبنائي الطلاب ننتقل إلى سؤال أخير. هذا السؤال يقول: حدد الزوج المرتب الذي لا يمثل حلا للدالة هذه. لم يقل لي حدد الزوج المرتب الذي يمثل حلا، قال لي حدد الزوج المرتب الذي لا يمثل حلا للدالة هذه وفسر تبريرك. طبعا هنا نعوض بحدي الزوج المرتب في الدالة. الزوج المرتب اللي هو س فاصلة ص، نعوض بقيمة الس ونستنتج الصاد المقابلة. فإذا كان الطرف الأيمن مساويا للطرف الأيسر فإن هذا يعني أن الزوج المرتب يعتبر حلا صحيحا للدالة. أما إذا كان الطرف الأيمن لا يساوي الطرف الأيسر بعد التعويض، هنا نقول أن الزوج المرتب لا يمثل حلا للدالة. طيب الزوج المرتب الأول يا أبنائي هو 2.5، يعني السين تساوي 2 والصاد تساوي 5. الزوج المرتب الآخر 0 و3. الزوج المرتب الثالث سين تساوي سالب 1 والصاد 7. الزوج المرتب الأخير 1 و1. نبدأ بها الزوج المرتب الأول لأرى أنه هل يمثل حلا لهذه الدالة أم لا يعتبر حل. هنا يا أبنائي نعوض عن قيمة السين ب2، نعوض عن قيمة السين ب2 ونضع مكان الصاد أيضا 5، يعني نضع مكان السين هذه 2، يعني الإحداث الأول هو إحداثي سيني، ونضع مكان الصاد 5 اللي هو الإحداث الثاني، لأن الإحداثي الثاني في الزوج المرتب يعبر عن إحداثي الصادر. إذا وجدنا أن الطرفين متساويان إذن هذا الزوج المرتب يحقق حل للدالة. طيب سالب 4 ضرب 2 يساوي سالب 8، سالب 8 زائد 3. طيب سالب 8 زائد 3 المفترض هتعطيني سالب 5، لكن قيمة الصاد 5، وبالتالي عندما عوضنا عن قيمة السين ب2 نتج من هذا التعويض سالب 5 وليس 5، لأن هذا الزوج المرتب لا يمثل حل لهذه الدالة، وبالتالي هو الاختيار السليم. لو حبينا نشوف باقي الأزواج المرتبة سنجد أنها جميعها تمثل حل لهذه الدالة. فمثلا 0 و3، 0 و3، طبعا الدالة اللي عندي صاد يساوي سالب 4 س زائد 3، نعوض عن السين بصفر، وبعد ذلك نعوض عن الصاد بكام؟ ب3. لو عوضنا عن السين بصفر يبقى سالب 4 ضرب 0 زائد 3 هذا الطرف الأيسر. أما الطرف الأيمن نعوض عن قيمة الصاد بالإحداث الصاد اللي هو 3. وبعدما نتمم هذه العمليات نشوف الطرفين متساويين ولا غير متساويين. طبعا سالب 4 ضرب 0 0 ضرب، ثم جمع نضرب أولا، 0 زائد 3 يساوي 3. يبقى إذن هذا الزوج المرتب يمثل بالفعل حل لهذه الدالة. الزوج المرتب الثالث أيضا إن شاء الله سيمثل حل لهذه الدالة بنفس الطريقة. أبنائي الطلاب نعوض عن السين بسالب 1 في قاعدة الدال، ونعوض عن الصاد ب7، سنجد أن الطرفين متساويان، وبالتالي هذا أيضا يمثل حل للدال، والأخير أيضا يمثل حل للدال. لو عوضنا عن السين ب1 ونضع مكان الصاد سالب 1، وبعد التعويض وإجراء العمليات الحسابية سأجد أن الطرفين متساويان، وبالتالي هذا أيضا يمثل حل. إذن الزوج الوحيد الذي لا يمثل حل لهذه الدالة هو الزوج الأول اللي هو 2 و5. أبنائي الطلاب وصلنا إلى ختام درسنا اليوم، إلى اللقاء في الحصة القادمة إن شاء الله. أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.